صباح الخير. رح ترتفع درجات الحرارة اليوم في أغلب مناطق المملكة، وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة نهار اليوم في المدن الأردنية. المفرق وإربد 18، الزرقاء 19، أجواء معتدلة نهار اليوم، عجلون 17، جرش وشرق عمان 18 درجة، السلط 17، غرب عمان 15، مادبة 16، أجواء باردة نسبيا، البحر الميت 24، الكرك 16، الطفيلة 14، إمعان 20 والعقبة 24. هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة نسبياً، رح تسجل في المناطق الشمالية. البداية رح تكون من إربد 12، المفرق والزرقاء 9 درجات، عجلون 12، جرش وشرق عمان 11 درجة. هاي الليلة أجواء معتدلة، السلط 11، غرب عمان ومادبة 10 درجات وأجواء غائمة، البحر الميت 18، الكرك والطفيلة 10 درجات وأجواء باردة، إمعان 8 درجات والعقبة أجواء معتدلة و17 درجة هاي الليلة. بالنسبة لملخص الطقس خلال اليوم، ارتفاع على درجات الحرارة اليوم، طقس معتدل اليوم ودرجات حرارة عشرينية غدا نهارا. صباح الخير من جديد. أجواء معتدلة اليوم في العديد من المناطق. هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 10 درجات ونسبة الرطوبة رح تكون 57%. غدا نهارا رح تكون الأجواء لطيفة، رح تسجل درجات الحرارة نهارا في العاصمة عمان 20، بالليل رح تنخفض ل 10 درجات. الخميس والجمعة رح تنخفض درجات الحرارة، رح تكون الرياح نشطة السرعة مع هطول زخات من الأمطار، رح تسجل نهارا 7 في عمان، بالليل رح تنخفض ل 6 درجات. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية، والبداية رح تكون من شمال المملكة. إربد هاي الليلة وجرش 12، غدا 23، عجلون 11 وغدا 22، أجواء معتدلة هاي الليلة، رح تسجل بالمفرق 9 درجات غدا 22، الزرقاء 10 درجات وغدا 22، ودرجات حرارة عشرينية غدا نهارا. مطار ملك علياء 9 درجات غدا 22، السلط 11 غدا 21، مادبا 10 درجات وغدا 21، البحر الميت 17 غدا 27، الكرك والطفيل 11 وغدا 18 وأجواء غائمة، معان 7 درجات وغدا 21 وأجواء غائمة، مدينة العقبة 16 وغدا 25 وأجواء لطيفة، رويشت 7 درجات وغدا 24. بالنسبة لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، أجواء لطيفة اليوم وغدا، ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا، ورياح نشطة السرعة وأمطار متوقعة يوم الخميس. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.